ضمن حملة التوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة حماة سباقا للخيول العربية الأصيلة في قرية بر الشرقي بريف السلمية. الرياضة هي وسيلة للجماهير اللي هي معشوقة من معشوق الجماهير. الحملة اللي كانت موجودة هي من أجل توعوي من مخلفات الحرب، وخاصة هاي المنطقة كانت من المناطق اللي عاز فيها الإرهاب. وتم خلال الفعالية خيمة لعرض عدد من الفقرات التوعوية، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تعليمية لكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة التي أنتجتها الحرب. مشاركتنا بهذا النشاط وهذه الفعالية السباق الخيول العربي الأصيلي، حاولنا نوصل رسالة لأكبر عدد ممكن من الناس المتواجدة في بر الشرقي، في منطقة بر الشرقي، من خلال هذا السباق، وهي رسالة لا تلمس لا تقترب لا وبلغ الرقم 108 للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب. هذا سباق كتير حلو وهو من التراث والفلكلور، والحمد لله ركبت أنا فيصل المجد زيدان، ركبت الفرس مرزوقة ريان العوجة، والحمد لله كسبت المركز الأول. لا كتير كان سباق حلو، وبتشكر كل من قام على السباق، وبتمنى إن شاء الله الأيام الجاية الأفضل والتقدم. وفي ختام الفعالية تم عرض فقرات تراثية من تاريخ مدينة السلمية، تضمن العرس السلموني والعرادة بالسيف والترس، بالإضافة إلى عرض للباليه وغيرها من الفقرات التي تعبر عن عراقة مدينة السلمية. محي الدين فهد للإخبارية السورية، ريف حام.